ازاي تعملي الكابتشينو في البيت بمكونين اتنين فقط، برغوة كثيفة جدا وطعم جميل احلى من الجاهز. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان توصلك كل الوصفات الجديدة. اول حاجة هنجيب النسكافيه البلاك اللي زي ده، الكيس ده ب8 أو 9 جنيه، هناخد منه معلقة صغيرة فقط، ودي لكوبايتين كابتشينو. هنضيف على النسكافيه البلاك حوالي ربع كوباية مية مغلية، وهنضرب النسكافيه مع المية بالهاند بلندر، وممكن كمان نحطه في الخلاط العادي. هنفضل نضرب فيه لمدة نص دقيقة كاملة. هتفضلي تضربي فيه او تخفقي فيه لحد ما تتكون رغوة كثيفة زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنصبه في كوبايات. الكمية اللي انا عملتها دي لكوبايتين او لمجين، وفي نفس البطرمان اللي خفقنا فيه النسكافيه هنحط في البطرمان معلقتين صغيرين من الحليب البودرة، وهنضيف عليه مية مغلية. وممكن نستبدل الحليب البودرة والمية المغلية بلبن عادي مغلي. دلوقتي هنقلب الحليب البودرة مع المية، ممكن نقلبهم بالمعلقة وممكن نخفقهم بالهاند بلندر، بس ما دام بنستعمل الهاند بلندر فممكن نستعمله في خفق الحليب او في تقليب الحليب، اسهل واحسن. بعد كده هنضيف اللبن ده على النسكافيه اللي برغوة اللي حطيناه في الكوبايات او المجات. انا ما حطيتش سكر او ما ضفتش سكر لاننا بنشربه بدون سكر، ممكن كمان تضيفوا مع اللبن سكر لو حابين. ولو الكوبايات محتاجة شوية مية نحط ليها شوية مية مغلية كمان، وبس كده. كده معانا كابتشينو برغوة كثيفة جدا، ما شفتوهاش ولا عملتوها قبل كده، احسن بكتير من الكابتشينو الجاهز. اتمنى الكابتشينو يعجبكم وتجربوه. بالهنا والشفا مقدما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.